يبدأ خميس الصالح يومه نشيطاً بهمة عالية، راسماً أهدافه بأقلام الخبرة على صفحات الأرض، وتجمعه والمزرعة تفاصيل يوم تنطلق من الفجر. فكيف يصف علاقته بالنباتات الخضراء والثمار متعددة الأشكال والألوان، مشكلة لوحة بهيجة على الأرض؟ بدأت يومي طبعاً بعد صلاة الفجر مباشرةً، آتي إلى المزرعة عقب السيارة، ثم توجه إلى العمال. وطبعاً كل شخص طبعاً ناجح في زراعة لابد أن يتابع مزرعته بنفسه وبإشرافه، من ناحية الفنية ومن ناحية أيضاً التسويقية ومن ناحية الإدارية. فوجه عمالي طبعاً مباشرة، كل في مجال اختصاصه، كل فريق لجني الثمار وفريق أيضاً للرش وفريق لمتابعة المياه. بعد توجيهي للعمال اتجه إلى المزرعة. أنا حقيقة دائماً عندما أتي إلى المزرعة، يعني دائماً نظري وقلبي في الزراعة، دائماً أبحث وأنظر إلى الأشياء والمشاكل في النبات، من ناحية نقص عناصر في النبات أو أمراض الفطرية والأمراض الحشرية وما شابه ذلك، وخزنها في مذكرتي لأبني عليه استراتيجية كيفية إدارة المزرعة وبرنامج الرش اليومي في المزرعة. طبعاً نحن الآن ذاهبين إلى المحميات، وهذه محميات حقيقة كانت بسيطة، والآن وسعت فيها حتى أصبحت هذه الصالات قرابة 20 فدان. طبعاً وضعت هذه المحميات حتى إن أيضاً الشاحنة تدخل داخل المحمية تحمل المنتوج حتى توصله إلى السوق وإلى المستهلك. طبعاً أنا الآن بدخل المحمية، هذا محمية حقيقة وضعت كل احتياطاتي حتى لا تدخل حشرات، حتى وضعت هذا الواقي أمام الباب وبغلق الباب مباشرة حتى لا تدخل حشرات، لأن الحشرات ما تدخل إلا عبر الباب والداخل والزائر إلى المحمية، لأن في حواجز أيضاً تمنع الحشرات دخولها إلى المحمية. قبل لا أدخل الباب الثاني ألاحظ في منطقة تعتبر هذه الغرفة غرفة عزل، ألاحظ الحشرات، كثرة الحشرات أيضاً، هذه تعتبر مقياس لوجود الحشرات داخل المحمية، وبناء على وجود الحشرة الموجودة يشمل الحشرات أشخصي، ثم يتم رش المحمية من خلال مقياس الحشرات الموجودة داخل هذه اللائحة الصفراء. ثم أفتح الباب الثاني وأغلق الباب مباشرة، وأيضاً واضع حاجز حتى لا تدخل حشرات، لأن من الصعب دخول حشرات عبر هذا الحاجز حتى عن طريق الداخل إلى المحمية. أيضاً في عندي هنا أيضاً لوائح صفراء نفس الشيء مثل ما قست هنا، أيضاً قيس من الحشرة الموجودة نفس الحشرة الموجودة ولا تكون حشرة ثانية، وأبني استراتيجية رش المحمية بناء على هذه اللائحة لوجود أي حشرة موجودة، لأن حتى لا نتخبط في رش المحمية لازم يكون المبيد متخصص لتلك المحمية أو لذلك الحشرة أو لذلك المرض الموجود داخل النبات من خلال الحشرة الذي شخصته من خلال اللوائح الصفراء طبعا. ونحن الآن دخلنا المحمية خلاص، أغلقنا كل البيبان، فالحشرة الآن لا تدخل إلا إذا كان عبر الزائر إلى المزرعة. ما قصة المحميات الزراعية مع المزارع؟ تلك البيوت التي تحتضن النباتات والثمار وترعاها، كيف تنشأ قوية ريانة صحية؟ وكيف أضافت حياة أخرى إلى عمر مزرعة خميس؟ أنا حقيقة أرى أن المحميات أو المظلات هي الزراعة الواعدة في السلطنة وغيرها من الدول. حقيقة من ضمن إيجابيات هذه المحميات تقليل عمليات رش المبيدات بكميات كبيرة، أيضا المياه، عدم استخدام المياه بكميات أيضا كبيرة مثل خارج المحمية، طبعا أيضا تقليل من الأيدي العامل في المحميات، وفوق ذلك الحد من وحدة المساحة. أنا الآن عندي
وصلت المحميات إلى 20 فدان، تعادل خارج المحمية حوالي قرابة 50 فدان. فوق كل ذلك يخرج المزارع بمنتج نظيف ذو جودة عالية وينافس به الأسواق العالمية، مرغوب لدى المستهلك ولدى الأسواق المحلية والأسواق المجاورة والأسواق العالمية. طبعا دائما عندما أتي الصباح أو أي وقت، ما لي وقت محدد، بس دائما أنا وضعت برنامجي دائما الصباح، أتابع النبات، أدخل المحمية، وهذه المحمية طبعا دائما تكون الأمراض تاتي في الجوانب في الأطراف وأيضا حتى بالداخل، ألاحظ إذا كان فيه أمراض موجودة، خاصة هذا النبات الفلفل يتعرض لمرضين مهمين جدا، هو الذي حقيقة يخسر المزارع، العناكب والتربس. فدائما نتابع النبات بكل جدية، حتى عبر مكبرات نرى نشوف الورقة هل موجود هذه الحشرة أم لا، نتابعها من خلال الرش أيضا، هل قضى المبيد على هذه الحشرة أم لا. أيضا نتابع العمال عملية كيفية، لأن احنا هذا النبات نربيه على ساقين، وأيضا الفروع نضع في كل فرع 3 حبات أو 4 حبات أو حبتين، على أساس يكون أيضا نحن نزرع للسوق للمستهلك، على أساس يكون ذو جودة عالية ومنتج نظيف جدا للغاية. أيضا هذا المنتج يروح إلى الأسواق، سواء كان محلية أو الأسواق المجاورة. فدائما نتابع النبات بكل جد وبكل جدية يعني. أيضا حتى عملية كيفية عملية قطف هذه الثمار، لازم لابد أن يكون للثمار نقطف بهذه الطريقة، ولازم يكون هذا موجود حتى تحافظ على قيمتها الغذائية، سواء كان تصدر خارج السلطنة أو بداخل السلطنة. هكذا طريقة المعاملة هذا النبات الفلفل. طبعا هذه الزراعة تمر إلى مراحل عديدة. النبات يمر في بدايته، نحن كمزارعين نسميه مرحلة الحضانة، وهي مرحلة مغلقة يعامل النبات بعد تشتيله معاملة خاصة، سواء كان في المبيدات أو الأسمدة. بعد مرحلة الحضانة يتم نقل هذا النبات، سواء كان في المحمية والنقل أو الأرض المكشوفة. الأرض المكشوفة طبعا يغطى بهذا الشيش مدة معينة تقريبا 45 يوم، بعد 45 يوم يتم كشف الأغطية، ويعامل أيضا وبرنامج آخر يأتي بعد كشف الأغطية في مرحلة التزهير، وأيضا يعامل النبات معاملة خاصة سواء كان في المياه حتى يصل إلى مرحلة الإنتاج. بعد مرحلة الإنتاج طبعا يتم فحص هذا المنتج في المختبرات الموجودة في عمان، حتى نتأكد خلو هذا المنتج من المتبقيات إلا بالمسموح حسب المواصفات العالمية. خلاص نقف بنبدأ الإنتاج في الأرض المكشوفة. طبعا نحن نتكلم عن أي نبات كان، أي صنف من النبات. بعد فحصه خلاص يكون نحن وقفني الرش وكل الأمور، ما عاد خلاص يكون جني الثمار وتسويق الأسواق المحلية والأسواق المجاورة للسلطنة. طبعا وصلنا إلى مرحلة الحصاد، وهي آخر مرحلة بالنسبة للنبات سواء كان طماط أو غير ذلك. بعد المتابعة الشاقة يوميا من بداية زراعة الشتلة ونقل النبات إلى الأرض المستديمة والمتابعة الحثيثة للنبات بكل جد واجتهاد، نوصل إلى هذه المرحلة. طبعا يتم فرز هذا المحصول درجة أولى ودرجة ثانية. بعد ما يتم فرز هذا المحصول يتم تسويقه عبر الأسواق المحلية والأسواق المجاورة
للسلطنة طبعا. ننتج من تقريبا فدانين أو فدانين ونص ما يقارب من 12 ألف كرتون إلى 14 ألف كرتون بمعدل 8 طن أو 10 طن يوميا يعني، وهذا تكون آخر مرحلة بالنسبة للطماط. نقطف هذا المحصول حوالي تقريبا إذا كان الجو بارد من شهر إلى شهر ونص، وإذا كان الجو حار تقريبا من 20 يوم إلى شهر تقريبا، ويكون انتهى النبات وقمنا بحراثة الأرض وجهزنا الأرض للمحصول آخر أو للموسم القادم. ينهي الصالحي يومه بجولة في المزرعة مع أبنائه، متأملاً ما مضى، مفكراً فيما يقبل، مخبراً إياهم بخلاصة تجاربه مع الأرض والماء والثمر الحسن، ويحثهم على متابعة المسير في رعاية أمهم الأرض، فهم منها وإليها، ولا بد من الاتصال بها، فلا حياة بدونها. فهو يودعها مساءً ويبدأ معها صباحاً رحلة لا تتوقف.